السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المهم جدا احنا نبقى دارسين خريطة أي مكان احنا هنشتغل عليه، وده مثلا جبل أحد، وده هنا مثلا مسجد قباء، وده هنا المسجد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هتلاقي هنا سنية الوداع، والمنطقة هنا بتاعت بني سلمة، وهنا هتلاقي المدينة زمان كان اسمها يثرب، والرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمها لثيبة. طيب دلوقتي هنشوف ايه شروط تخطيط المدينة. أول حاجة اختيار الموقع، حصانة الموقع، وصوبة التربة. ومثال على ذلك مدينة فاس في المغرب. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يقول ابن أزهر في كتاب بدائع الصلب في طباع الملك: إن لست مراعاة في أضواء المدن أصلان مهمان، دفع المضر وجلب المنافع. الأصل الأول الأرضية، ودفعها بإدارة سياج الأسوار على المدينة وضعها في مكان ممتنع، أما على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة، فأصعب منها على العدو وتضعف تحصينها. الثاني سماوية، ودفعها باختيار المواضع الطيبة الهواء لأن مخاوفة منه بركود أو تعفن المجاورته لمياه فاسدة أو منافع متعفنة أو مروج خبيثة يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لا محالة، كما هو مشاهد بكثرة. قال ابن خلدون: وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بأفريقيا، فلا كاد سكانها أو طارقها يخلص من حمل العفن بوجهه، وقد يقال أن ذلك حدث فيها. تحقيق: قال: والذي يكشف الحق في ذلك أن الأهوية العفن أكثر مما يهيئها لتعفن الأجسام وأمراض الحميات ركودها، فإذا تخللها الريح تفشت وذهب فيها يمينا وشمالا خف شأن العفن ومرض الحيوان منه. والبلد إذا كثر ساكنه وكثرت حركاتهم تموج الهواء وحدث الرياح من تخلي الهواء الراكد، ولا كذلك إذا بقى الهواء على حاله ركودا قلة الحركة لخفت الساكن فإن ضروب الحيوان أكثر. وبلد قابس كانت عند استبحار العمران بأفريقيا كثيرة الساكن، فكان ذلك معينا على تموج الهواء وتخفيف الأذى منه، فلم يكن منه كثير عفن ولا مرض، وعندما خف ساكنها ركض هواؤها المتعفن بفساد مياهها فكسر العفن والمرض هذا وجهه لا غير. الأصل الثاني جلب المنافع والمرافق، وذلك بمراعاة أمور، أحدهما الماء، كأن يكون البلد على النهر أو بزائه عيون عذبة لأن وجود ذلك يسهل الحاجة إليه وهي ضرورية. الثاني طيب مرعى سائمة وقربوه، إذ لابد لكل ذي قرار من دواجن الحيوان للإنتاج والضرع والرهوب، ومتى كان المرعى ضروريا لها كذلك كان أوفر من معاناة المشقة في بعده. الثالث قرب المزارع الطيبة، لأن الزرع هو القوت الضروري، وكونه كذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله. الرابع أشعار الحطب والخشب، فالحطب لعموم البلوى به في وقود النيران، والخشب المباني وكثيرا ما يستعمل فيه ضروريا وكماليا. الخامس وليس بمفتاح ما قبله، قربه من البحر تسهيل الحاجات القاسية من البلاد النائية، والإخفاء أن هذه الأمور تتفاوت بحسب الحاجة وما تدعو إليه ضرورة الساكن. جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عندما كان خليفة على المسلمين، فقال: يا أمير المؤمنين، أتيت أرضا قد خربت وعجز عن أهلها فكرست أنهارا وزرعتها. قال علي رضي الله عنه: قل هنيئا وأنت مصلح غير مفسد، معمر غير مخرب. وكان كل عماله: ليكن نظركم في عمارة الأرض أبلغ من نظركم في استجلاب الخروج. أهم حاجة إن الأرض تعمر ويبقى في زرع أهم من إن إحنا ناخد الضرايب ويبقى في خروج. وعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: وقد سئل: أتغرس بعد الكبر؟ فقال: لأن توافيني الساعة وأنا من المصلحين خير من أن توافيني وأنا من المفسدين. وقيل لأبي الدرداء ويغرس جوزة: أتغرس وأنت شيخ ولا تطعم إلا بعد 20 سنة؟ الشجر دي مش هتطلع ثمر بعد 20 سنة؟ قال: لا علي بعد أن يكون الأجر لي. وعبد الرحمن بن عوف رغم غناه كان يمسك المسحاب بيده ويحول به الماء. الفاس بيحول المية بحيث إنها تسقي الأرض. وطلحة بن عبيد الله كان أول من زرع القمح في مزرعته بالمدينة، وكان يزرع على 20 ناضحا وينتج ماء في أهله بالمدينة سنتهم حتى استغنوا عما يستورد من بلاد الشام احتواء ذاتي. وكان أبو هريرة يرى المروءة في تلك الأفعال. فسئل مرة: ما المروءة؟ قال: تقوى الله وإصلاح الطيعة. وأنتج المسلمون كل ما يحتاجونه، حتى قال أحدهم ممن أرخوا الحضارة: لما أسمع أن المسلمين في شتى الأرجاء كانوا يستوردون سلع غذائية من خارج أقطار الوطن الإسلامي، ووضعوا المؤلفات العلمية التي عرفوا فيها خواص التربة وكيفية تركيب السماد
كما ادخلوا تحسينات جامة على طرق الحرس والغرس والري. قال رامبو: لم يكن في عصر العباسيين أهم من مهنة الفلاحة، وقد أظهر العرب بمهاراتهم مزايا فواكه الفرس وأزهار أقليم مازندران، وقد أغنوا العلم ولا سيما علم النبات بمسائل جديدة كثيرة، ومعظم المستحضرات والأدوية المستعملة كالأشربة والدهون والبراهم وغيرها فهم الذين كشفوها. وقال سينيو بوس: في تاريخ الحضارة جرى أمراء العرب على أصول إثقال الأرض، فتح الترع فحفروا الآبار وأجازوا بالمال الكثير، من عصروا على ينابيع جديدة ووضعوا المصطلحات لتوزيع المياه بين الجيران. ونقل لأسبانيا أسلوب الفواغير لتمنح المياه والسواقي لتوزعها، وإن سهل بلانسي الذي جاء كأنه حديقة واحدة هو من بقايا العرب وعنايتهم بالصوفيا. وقال أيضا: لقد نظم العرب ديوان المياه الذي كان يرجع إليه في شؤون الري. وذكر ويلكوكس من أعظم مهندسي الري في أوائل الثلاثينيات في القرن الماضي أن عمل الغلفاء في ري العراق في الأيام الماضية يشبه أعمال الري في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا في هذا العصر، ولعلناه يعني ري الحياض في بعض المناطق وبالآلات في بعضها الآخر وبالأمطار في مناطق أخرى. ذكر سينيو بوس أن العرب استعملوا جميع أنواع الزراعة التي وجدوها في مملكتهم، وحملوا كثيرا من النباتات إلى صقلية وأسبانيا وربوها في أوروبا فأحسنوا تربيتها حتى يتصنها متوطنة. وقال ديسون إن استبحار عمران العرب مع صورة انتشار سلطتهم في المعمور يدل على مكانتهم في التقدم، فكانت هذه الحضارة مزيجا للحضارات، وتم هذا المزيج المدني بأمرين: عشق التجارة والغرامة والتعمير. ويقول المستشرق لويس البرتغالي إن تاريخ العرب حافل بذكائهم وتقدمهم وسيادتهم في كل العلوم والفنون حتى في الزراعة، فقد كانوا بعد غزوهم إحدى المقاطعات حين يجدونها خربة يحولونها بعد سنين إلى جنات حقيقية بفضل مساعيهم وتفوقهم وتدابيرهم العجيبة. رفضت فرنسا أن العرب بعد فتحهم الأندلس وجنوب فرنسا سيبان في الزراعة وحفر الترع والخلجان ونظام الري، وولدوا في الأندلس النباتات والأشجار التي لم تكن تعرفها فانتقلت إلى أوروبا. وقال ابن خلدون: وقد يكون الواضع غافلا عن نفس الاختيار الطبيعي، وإنما يراعي ما هو أهم عن نفسه أو قومه من غير تفاوت لحاجة غيرهم، كما فعلوا العرب في أول الإسلام في المدن التي اختطوها، أي بدأ رسموها بالعراق والحجاز وأفريقيا، فإنهم لم يراعوا فيها إلا المهم عندهم من مراعي الإبل ومصلح لها من الشجر والماء المالح، ولم يراعوا الماء ولا المزارع والحطب والمراعي كالقيروان والكوفة والبصرة وأمثالهما، ولهذا كانت أقرب للخراب لما لم تراع فيه الأمور الطبيعية. فما يراعى في المدينة المبنية على البحر أمران أن تكون في البحري أي وقت أراد، لا مانع من إجابة الصريخ لها وعدم إخفاء خفريها المتعودين للدعاء في الدفاع. قال ابن خلدون: وهذا كالإسكندرية من المشرق وطرابلس وبونة وسلة من المغرب، ومتى كانت متعورة المسالك وحولها قبائل بحيث يبلغها الصريخ تمنعت بذلك من العدو وياسى من طرقها، كما في ستة وبجاية وبلد القل على ثغرها. فأما الحماية من المضار فيراعى لها أن يدار على منازلها جميعا سياج الأسوار، وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة، أما على الهضبة المتوعرة من الجبل، أما بصدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة، فأصعب منها على العدو وتضاعف امتناعها وحصنها ومراعاة في ذلك الحماية من الآفات السماوية طيب الهواء للسلام من الأمراض. وقد بنى أحمد الطولون المسجد من مادة الطوب المحروق، وبنى المسجد على جبل اسمه جبل أشكر، لذلك قال أحمد الطولون: لو مصر احترقت فمسجده لن يحترق، ولو مصر غرقت فإن مسجده لن يغرق. وقال أيضا: ومراعاة في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكون في جبل أو تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد تكون صريخا للمدينة متى ترقاها طارق من العدو. وسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن مساحتها عمران من قبائل أهل العصبيات ولا موضعها متوعر من الجبل، كانت في غرة للبيت وسهلة طرقها من الأساطيل البحرية على عدوها وتحيفه لها لما يأمن من وجود الصريخ لها، وأن الحضرة المتعودين على الدعاء قد صاروا عيالا وخرجوا عن حكم مقاتلة. وهذا كالإسكندرية من المشرق وطرابلس المغرب وأبونا وسلة، ومتى كانت القبائل أو الأعصاب موطنين بقربها بحيث يبلغهم الصريخ والنعير، وكانت متعورة المسالك على من يرموها باختصاصها في هضاب الجبال وعلى أسمنتها، وكان لها بذلك منعة من العدو ويأسوا من طرقها لما يكابدون من وعرها وما توقعون من نجاة صريخها، كما في سبتة وبجاية وبلد القلعة تعرفها، فأم ذلك واعتبره من خصائص الإسكندرية باسم الثغر من لدى الدول العباسية، مع أن الدعوة من ورائها ببركة وأفريقيا، وإنما اعتبرت ذلك المخافة المتوقعة فيها من البحر
سهولة وضعها. ولذلك والله أعلم كان طرق العدو الإسكندرية وطرابلس في المرة مرات متعددة، والله تعالى أعلم. وذكر القزويني في حديثه عن صنعاء مدللا على تحت هواها إن اللحم يبقى بها أسبوعا لا يفسد، وذكر عن طليطلة من طيبة تربتها ولطافة هوائها تبقى الغلات في مطاميرها 70 سنة لا تتغير. وعندما تحدث عن أصفهان ذكر إنه لطيب هواءها يبقى به تفاحها غضا سنة، والحنطة لا تسوس واللحم لا يتغير. وورد في فتوح البلدان ذكر تمصير الكوفة، حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن عمر الوقدي عن عبد الحميد بن جعفر وغيره أن عمر الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن يتخذ المسلمين دار هجرة وأن لا يجعل بينه وبينهم بحرا. فأتى الأنبار وأراد أن يتخذها منزلا فكسر على الناس الزباب فتحول إلى موضع آخر فلم يصلح، فتحول إلى الكوفة فاختطها واقتطع الناس المنازل وأنزل القبائل منازلهم وبنى مسجدها، وذلك في سنة 17. حدثني علي بن المغيرة الأسرم قال حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى عن شيخه، وأخبرني هشام بن الكلبي عن أبيه وهو مشايخ الكوفيين لما فرس ابن قاص من وقعة القادسية وجه إلى المدينة في صالح أهل الرومية وبهاصير ثم فتح المدائن وأخذ إسبنبر وكارد فانديز أنوى فأنزلها جنوده فاحتواها، فكتب إلى سعد أن حولهم فحولهم إلى صوح حكمة، وبعضهم يقول حولهم إلى كويفة دون كوفة. وقال أسرم قد قيل التكوف الاجتماع، أصل كلمة الكوفة الاجتماع. وقيل أيضا أن المواد المستديرة من الرمل تسمى كوفان، وبعضهم سمى الأرض التي فيها الحصباء مع الطين ورمل كوفة. قالوا فأصابهم البعوض، فكتب سعد العمر يعلم أن الناس قد بعدوا وتأذوا بذلك، فكتب إليه عمر أن العرب بمنزلة الإبل لا يصح إلا مسطح الإبل، فارتد لهم موضعا عدنا ولا تجعل بيني وبينهم بحرا. ويذكر القزويني مراحل عملية تخطيط المدن، وزي بقول أن الملوك الماضية لما أرادوا إن الملوك الماضية لما أرادوا بناء المدن أخذوا آراء الحكماء في ذلك. الحكماء اختاروا أفضل ناحية في البلاد وأفضل مكان في الناحية وأعلى منزل في المكان من السواحل والجبال ومهب الشمال لأنها تفيد صحة أبدان أهلها وحسن أنسجتها، واحترزوا من الأجام والجزائر وأعماق الأرض فإنها تورث قربا وهرما. قال البلازري تمسير البصرة، قال لما نزل عقبة بن غزوان الخريبة كتب لعمر الخطاب يعلمه ونزوله إياها وأنه لابد المسلمين من منزل يشتون به إذا شتوا ويكنسون فيه إذا صرفوا من غزوهم، وكتب إليه أجمع أصحابه في موضع واحد ولكن قريبا من الماء والراعي وقته إليه بسفتيه. كتب إليه إني وجدت أرضا كثيرة القصبة في طرف البر إلى الريف ودونها مناقع ماء فيها قصباء، فلما قرأ الكتاب قال هذه أرض نضرة قريبة من المشارب والمراي والمختطب، وكتب إليه أن أنزلها الناس فأنزلهم إياها، فبنوا منازل بالقصب وبنى عتبة مسجدا من قصب، وذلك سنة 14، فيقال أنه تولى إخطاط المسجد بيده. بناء القاهرة، وتشير أحد الدراسات إلى أن هناك مجموعة من الدوافع دفعت القائد جوهر الصقلي قائد الجيوش الفاطمية لبناء هذه المدينة، ومنها الدوافع الجغرافية قربها من مدينة الفسطاط واتصالها بها، الدوافع الاستراتيجية كون القاهرة أول مدينة يصل إليها مسافر بعد خروجه من الشام، الدوافع العسكرية حينما بنى جوهر الصقلي مدينة القاهرة أراد أن يكون وأصحابه وأجناده في منأى عن العامة، الدوافع الاقتصادية اختيار موقع المدينة أقرب إلى نهر النيل بحيث يكون النيل طريق نقل للبضائع والركاب إذ تصعد فيه المراكب إلى الصعيد وتنحدر إلى الإسكندرية. إلا أن هذا الموقع الذي رآه جوهر الصقلي، وكان جوهر الصقلي ده حلويات فعشان كده يقول لك اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، إلا أن هذا الموقع الذي رآه جوهر الصقلي موقعا متميزا لم يعجب المعز لدين الله، وجي بعد فتح مصر تقريبا 3 سنين لأنه كان خايف من الشيعة رغم إن هو شيعة بس هم كذا فرقة يعني، فكان خايف من الشيعة وليس من السنة لأنه رآه بلا سحر. عندها نبهه قائده جوهر الصقلي قال فاتك بناء القاهرة على النيل عند المقص ميدان المحطة، فلو كنت بنيتها على الجرف منطقة الرصد. لكن الدراسات الجغرافية المعاصرة فيما بعد أثبتت أن جوهر الصقلي كان موفقا في اختيار موقع القاهرة حيث يضيق عنده مجرى النيل وحيث تخلى لجزر المكان الذي تشرف عليه القاهرة والتي هي أشبه بممر طبيعي يسهل الناس الانتقال من ضفة إلى ضفة ويكون عليهم أمر ذلك كثيرا. وكان المسلمون يختارون مدنا بعيدة عن البحر في بداية الأمر لأنهم لم يكونوا يمتلكون أساطيل بحرية، بينما الرومان يمتلكون قوة بحرية كبيرة، فنجد عقبة بن نافع مثلا يختار مدينة القيروان بعيدة عن البحر،
ثم بعد أن أصبح هناك أسطول إسلامي أصبحت المدن الإسلامية تنشأ على البحر. ويقول ابن أبي الربيع في سلوك المالك في تدبير الممالك أسس إنشاء المدن، أحدهما أن يسك إليها الماء العذب للشرب حتى يسهل تناوله من غير عسف. لست آسي من صفان على أصفهان على شيء سوى مائها الرحيق الزلالي، ونسيم الصبا ومن خرق الريح، وجو صافي عن كل حالي، ولا الزعفران والعسل المازي والصافنات تحت الجليد. وجاء في الأثر أن الفرس اهتموا بحفر الأنهار وغرس الأشجار وعمروا البلاد فأمروا الأعمار الطوال رغم ما كان فيهم. فسأل الله نبيا من الأنبياء من أنبياء زمنهم عن سبب تعميرهم، فأوحى الله إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي. يقول القزويني بغداد بالقول أن أم الدنيا وسيدة البلاد وجنة الأرض ومدينة السلام ومجمع الرافدين ومعدن الزرائف ومنشأ أرباب الغايات، وهواؤها ألطف من كل هواء وماؤها أعذب من كل باء من كل ماء، وتربتها أطيب من كل تربة، ونسيمها أرق من كل نسيم. أما البصرة فقد اشتكى أهلها من ملوحة الماء فيها، وكذلك اشتكى أهل القم من ملوحة الماء، ولكن السكان تغلبوا على ملوحة الماء فحفروا الأنهار والأبار وجمعوا مياه الأمطار ونقلوا الماء العذب على الدواب. وفي سوى مراء شق المتوكل من دجلة قناتين شتوية وصيفية تدخلان الجامع سامراء وتخلان شوارعها، وقد اعتزم الموزي الدين أن يجي نهر عين أيوب إلى المنصورية. ولما كان الرباط تفتقر للماء جيد كون ماء البحر يدخل في ماء النهر، فجلب المنصور الماء من عين تبعد عن المدينة 12 ميلا. وقدم الأحنف ابن قيس على عمر الخطاب في أهل البصرة فجعل يسألهم رجلا رجلا، والأحنف لا يتكلم. قال ألك حاجة؟ قال بلى يا أمير المؤمنين، إن مفاتيح الخير بيد الله، وإخواننا من أهل الأمصار نزلوا منازل الأمم الخالية بين الماء العذبة والجنان الملتفة، وإنا نزلنا أرض النشاشة لا يجف مرعاها ناحيتها من قبل المشرق البحر الجاج ومن جهة المغرب الفلاه والعجاج، فليس لنا زرع ولا درع تأتينا منافعنا أو ميرتنا في مثل مريء النعامة. يخرج الرجل الضعيف منا فيستعذب الماء من فرسخين، يعني صعب إن هم يجيبوا الماء، والمرأة كذلك، فتربك ولدها تربك للعنز تخاف بدلة العدو وأكل السبع، فلا ترفع خسيستنا وتجبر رفاقتنا نكون كقوم هلكوا. فألحق عمر الزراري أهل البصرة العطاء، وكتب إلى أبي موسى يأمره أن يحفر لهم نهرا. فذكر جماعة من أهل العلم أن دجلة العوراء وهي دجلة البصرة كانت خورة، والخور طريق الماء لم يحفره أحد، تجري إليه الأنهار وتراجع ماؤها عافية عند المد وينضب في الجسر. وكان حد ميال البصرة خور واسع، كان يسمى في الجاهلية الجانة، وسمي العرب الإسلام خزاز، وهو على مقدار 3 فرسخ من البصيرة من البصرة، ومنه يبتدئ النهر الذي يعرف اليوم من نهر الأجانب. فلما أمر عمر أبي موسى بحفر نهر ابتدأ بحفر نهر الإجانة، ففأره 3 فرسخ حتى بلغ به البصرة، وكان طول النهر اللي بله 4 فرسخ، ثم انضم منه شيء على قدر فرسخ من البصرة. وكان زياد بن أبيه واليا على الديوان وبيت المال من قبل عبد الله بن عامر بن قريش، وعبد الله يمازح على البصرة من قبل عثمان، فأشار إلى بعارم أن ينفذ نهر الإبلة من حيث انضم إلى حيث يبلغ البصرة، ويصله بنهر الإجانة. فدفع بذلك إلى أن شخص ابن عامر إلى خراسان، واستخلف زيادا على حفر ابن موسى على حاله، فحفر نهر الإبلة من حيث انضم حتى وصله بالإجانة عند البصرة. ولا ذلك أبي ابن أبي زياد ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي بكرة. فلما فتح عبد الرحمن الماء جعل يركض الفرسي والماء يكاد يسبقه حتى التقى به، فصار نهر مخرجا من فم نهر الإجانة ومنتهي إلى الإبلة، وهذا الآن على ذلك. الثاني أن قدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق. كل من أظهر تعددت الأعمال من أسباب الكسب وما يفضي إلى وجود الثروة، وينشأ عن ذلك شموخ الملك بنمو الجباية وصرف ما يقدر منها إلى اتخاذ المعاقل والحصون واقتصاد المدن والأمصار. الثالث أن يبني فيها جامعا للصلاة في وسطها ليفرض على جميع أهلها كمسجد المدينة المنورة. وبنت المدينة بغداد مدورة ليكون الملك إذا نزل وسطها إلى موضع منها أقرب منه إلى موضع آخر، وجعل أبوابها 4 لتدبير العساكر في الحروب، وجعل السورين في السور الداخل أطول من السور الخارج، وبنى قصرين في وسطها والمسجد الجامع حول القصر. الرابع أن يقدر أسواقها بكفايتها لينال سكانها حوائجهم عن قرب. الخامس أن يميز قبائل ساكنيها بأن لا يجمع عضات مختلفة متباينة، ويراعي في التخطيط التجانس بين السكان، فلا ينبغي أن يكون في المكان الواحد أخلاط سكانية. ثم حضر الحكاك البصرة فقام به سنة، فقال اتخذ مدينة بين المصريين أكون بالقرب منهما
خاف أن يحدث في إحدى المصرين حدثا وأنا في مصر أخرى، فمر بواسط القصب فأعجبته، قال هذا واسط المصريين اللي في مصر معناها مكان، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في بناء مدينة بين المصرين، فأذن له فسأل عن صاحبه فقيل إنه رجل من داوردان، فبعث إليه فاشتراه منه ب10,000 درهم، وذلك في سنة 75، فقام فيها وأمر بالبناء، فبنى القصر والمسجد والسورين وحفر الفندق في 3 سنين، وفرغ منها سنة 78، أنفق عليها إخراج العراق كله 5 سنين، فخاف من عبد الملك أن تسكل عليه النفقة، فكتب له إني اشتريت موضع مدينة واسط وأنفقت عليه وعلى حرب من أشعث ما صار إليها من الخراب، ثم نقل إليها من وجوه أهل الكوفة أمرهم أن يصلوا عن يمين المقصورة، ونقل من وجوه أهل البصرة وأمرهم أن يصلوا عن يسار المقصورة، وأمر من كان معهم من أهل الشام أن يصلوا بحيال ما بين المقصورة، وأنزل أصحاب الطعام والبزازين والصيارفة والعطارين عن يمين السوق إلى ضرب الخرازين، وأنزل البقالين وأصحاب السقط وأصحاب الفكاهة في قبلة السوق وإلى ضرب الخرازين، وأنزل الخرازين والروزاجاريين والصناع من ضرب الخرازين وعن يسار السوق إلى دجلة، وقطع لأهل كل تجارة قطعة لا يفارقهم غيرهم، وأمر أن يكون مع أهل كل قطعة صيرفيين، وجعل قصري 4 أبواب، عرض كل طريق من أبوابه 80 ذراعا، واتخذ لهم مقبرة من داخل الجانب الشرقي، وعقد الجسر وضرب الدراهم واتخذ المحمد السادس، إن أراد سكانها فليسكن أفسح أطرافها، ونجعل خواصي كفنا له من سائر جهته، كنفا له من سائر جهته. السابع، أن يحطها بسور خوف اغتيال الأعداء، لأنها بجملتها دار واحدة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وأسوار المدينة تحد من مساحتها بقدر إنشاء الأسوار والحماية كما تحد من توسعها مستقبلا. الثامن، أن ينقل إليها من أهل الصنائع بقدر الحاجة لسكانها. يقول ابن حزم: يأخذ السلطان الناس بالتجارة وكثرة الغراس، يقطعهم الاقطاعات في الأراضي الموات، ويجعل لكل أحد ملك ما عمر، ويعين على ذلك ترخص الأسعار ويكثر الأغنياء. يقول ابن خلدون: ومتى زاد العمران زادت الأعمال، ثم زاد الطرف تبعا للكسب، وزادت عوائده حاجاته، فما كان عمرانيه من الأمصار أوفر وأكثر، كان حال أهله في الطرف أبلغ من حال المصر اللسدوني. وجاء في رسالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي عندما ولاه مصر: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. قال أبو محمد بن حازم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، وأن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن لباس الشتاء والصيف مثل ذلك، وبمسكن يكنهم يحميهم من المطر والصيف والشمس وعند المرة، قرآن ذلك قول الله تعالى: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. سئل عمر بن الخطاب وليا له: ماذا تفعل إذا جاءك ناس سارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذا فإن جاءني من رعاتك من هو جاع أو عاطل سأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقين لنسد جوعتهم ونصر عوراتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإن لم تعمل في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. قال زياد بن أبي: احسنوا إلى المزارعين فإنكم لا تزالون سمانا ما ثمنهم. وأز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب لعامله عبد الملك ابن عمير: لا تضربن رجلا صوتا في جباية درهم، ولا تبعن لهم رزقا، ولا كسوة شاء، ولا سيف، ولا داب، ولا تكمن رجلا في طلب درهم. قال عبد الملك: يا أمير المؤمنين، إذن أرجع إليك كما سبت من عندك. قال: وإن رجعت كما سبت ويحك، إنما أمرنا أن نأخذ منه العفو. العفو أي زيادة.